صدقني يا باشا انا ملياش في الحواديت الكبيره دي. انا كنت فاكرها لعبه زي كل الهبشات اللي بنلعبها انا وشعبان، بس بعد ما لف التهمه الليله ولف على الست الغنيه دي ايده بقت طايله يا باشا. بعدت عنه وقلت له لا تاذيني ولا اذيك، ده واحد ملوش امانه يا باشا. كفايه هانت عليه مراته وام بنته. المهم مكانه فين؟ هيسافر بكره هو والغندوره الجديده. لا يا باشا، بنتي يا باشا، انا في عرضك يا باشا. اخص عليك يا سمير، ما تقوليش ما تقوليش ما تقوليش. اقول ايه وايه؟ اخص عليك، اخص عليك، اخص عليك، اخص عليك، ايه فايده القول يا باشا؟ لا له فايده، فايدته كبيره قوي. اسمع، انت مستعد تشهد بالكلام اللي قلته ده في المحكمه؟ عموما هو متسجل كده ولا كده، لكن بتهيألي لو شهدت هيقلل مسؤوليتك. هشهد يا باشا. اسمك باشا، النبي طالب حضرتك خدمه كده بسيطه من الجوازات. ايوه، خد حضرتك الاسمين دول ثلاثي. شعبان حافظ، مبروك يا باشا. كنت عايز انا اقول لك ايه؟ انت كده قولي لي انا عايز انا اقول لك ايه؟ انت عارف يا ليلى؟ وحياتك، وحياتي من جنبها من غير معاد. عارف انا كان نفسي ايه؟ نفسي اشوف الناس اللي رمتني الرميه السوداء اللي انا فيها دي، او حد من ريحتهم. امسكهم كده افركهم كده بقرقشهم باسناني واشرب براهم كيس فوار. انما بعد ما شفتك بقى وسمعتك عرفت ان انت مكسوره الجناح زيي وبريئه. مسامحاك يا بت، مسامحاك عشان انت بصي شكلك بريئه. لا يا ست قطاطه، انا لا بريئه ولا مظلوم. أنا كنت معاشرة الراجل ده وعارفة كويس إنه نصاب وحرامي، ورضيت باللقمة الحرام كل ده عشان خاطر بنتي، وعشان كده الحق إن أنا أبقى هنا عشان ربنا ما بيظلمش حد أبدا. وشعبان زي ما رماكي رماني. يا بنتي أنت هتعملي إيه دلوقتي؟ هروح معاكي المحكمة وأشهد معاكي. يا رب يا رب تجري في الدم. يا رب يا رب اكلمه يبربش في دي، اكلمه يسبش في دي، الصبح بدلة وجوني بدلة وجوني ناوية على ايه؟ حتى بلحة يا دموسة. مش فاهمة أصلا أنت بتطبخي ليه؟ أنا بطبخ دي حاجة بسيطة. انت ياما ياما اكلتينا وشربتينا وبطاطس وغير بطاطس. ايوه يا قطاطه، بس اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش تطبخي في المكتب. اديك قلت ياما ما ينفعش اطبخ في المطبخ ليه؟ ايوه بتطبخي لمين اصلا؟ بطبخ لمين؟ عباس. ايوه عباس. عباس اللي بيبقى صحيان طول النهار وتعبان. طب ما يروح ياكل في البيت. يا اختي ياكل من ايد الخدامه؟ ينفع من ايد الخدامه؟ لا يا حبيبتي، لما اكل زي الفل ياكل، الراجل شعيان وتعبان لازم ياكل ويزعطط كده. ده طول النهار عمال يضرب في دي عيني ويشلت لدي ويتف في وشي دي وعامل مزاج بيسقع. جدو ما بيعملش الحاجات دي، جدو طيب. طيب؟ طب الراجل بقى المدى من يومين شفته بيزعق بزوره ده لواحده مسجونه والنبي اوعى ده ايه كده؟ وده انا وقعت وحواج في ليله سودا. ايه اللي انت بتقوليه ده يا قطاطه؟ طب انت عارفه؟ انت عارفه جدك عباس ده؟ لو كان ممثل بزوره ده والنبي ده كان هياخد جايزه احسن بطل زور تاني. زور تاني؟ او الزور التالت بحري. في دماغك دي فيها هوا. الهوا هبيض على قد ما بريه. طب يلا بقى خش في الموضوع على طول. تاخد عربي؟ يلا خش في الموضوع بقى، زهقت. موضوع ايه؟ هيكون ايه يعني غير الليمبي؟ الليمبي حبيبي اهو يا بت. فين؟ عايز بوفقد بالحدة وقافش في زور جدك. شوف الولا اهو، ولا اوعى 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 اوعى
انت عملته ده مش كويس خالص ومضحك. كفاره يا انا كفاره. السجن للجدعان. السجن للجدعان. ما انت اللي ظبطني الزاويه على السجن يا عم الحاج. معلش اللي ما يعرفك يسجنك. وشك جاب معايا واحد تاني. ودلوقتي وشي جاب معاك ايه؟ وش رجلي؟ تصدق انت ابن نكته؟ احنا هنقف ونتكلموا في الشارع، تعال نوجبه معاك وناكلك لقمه عند زفاره. زفاره ده ايه؟ طبيخ حندان ده ولا ايه؟ مش قلت لك ابن نكته؟ ايه العيال اللي متنصمره ببعض دي؟ اطلع اطلع. انت انا جند ابوك زفاره فين؟ في المينا. وانت يا ابوك فين؟ على السفينه. وسفينه رست على المينا فيها صبيه حزينه. قمنا يا شبا قمنا يا شبا من عيون الحزينه. قطع يا عم سفينه رست على المينا. قمنا يا شبا قمنا يا شبا. يلا يا لمبي. يلا انزل تعالى. هذا بنطلون قاعد على بنطلون انت بس ما عندك يا عم. خلاص يلا بقى ايه، ندخل جوه كده ونروق ونضرب قرعتين بوظه. ايوه كده بوظه بقى. الايس كريم والجيلاتي بيحب الحر. ايس كريم وجيلاتي ايه يا لمبي؟ بقول لك قرعتين بوظه. اه كاسين يعني. آه. ايوه طب فهمني كده، ما انت ما شاورتليش. تصدق يا لمبي انت شكلك حنتبيش ولا ليك في الشرب ولا حاجه. من اللي يا عم ده قلب ليك في الشرب؟ حاسب شويه ده انا حور وحسب الحيطان جوه كلها. مين ده اللي ملوش في الشرب؟ تصدق بقى انا مش حسب الا مع الراجل ده. حبيبي خش. تعالى يا معلم. اتفضل يا اخويا. اسم العندليب ايه؟ تعالى يا ابو. خش. شوفي الولية الناقصة بتسكي الشيش في وشي. ايه هيفكولك لحام صدرك؟ جاتك داهية في ريحة الشباي اللي طالعة من عندك. ايوه يا جدعان، هو القمر بينزل على الارض بالنهار ولا ايه؟ لا شمس يا مأمة، وممكن تلسوعك انت واللي يتشدد لك. اموت في الادب. ما تتلم يا سلفاندي. انا اسمي ادرا، النهاردة نادي ولا حاجة؟ هي تلاقيح ولا ايه؟ عامل لي راجل وانت ما تكملش ازداري. ملك يا لفاندي ملك ومال البنية، مش عيب عليك ده بدل ما تحميها؟ اني انت ايه؟ قطع السلع اللي فيه، بطلوا وسخة بقى عرتونا رجالة او فاش. نحمدوا ربنا ان احنا لحقناك يا ست امك. عشتوا. قال هو فين بيت نزل المخدماتية؟ دي جنبنا، تعالي نوصلوك لحد عندها ونوجبه معاكي بفنجان قهوة ونفرجوكي على شوية قماش والدفع فوري او على راحتك. قماش؟ لو ما انتوا بتشتغلوا ايه؟ أني دهية ودي أختي الصيصة، وإحنا بنشتغلوا دلالات في القماش. تعالي اتفرجي عندي كام حتة هطلعلاطي فيهم زي البلطية وبالتقسيط. طالما هندفعوا بالتقسيط يبقى موافقين. هنروحوا عند نزلة المخدماتية ونرجع لكم طوالي، نشوف لنا حتتين كده يلعلطونا ويدندشونا وإحنا بنرقصوا. قال هو بيتكم فين؟ ده لزق لازم في نزلة المخدماتية أول عتبة. هنستنوكي وكمان عشان نرقوكي، احنا مقصدنا شريف. باين عليكم استبينا، فوتكم بعافيه. يعافيكي يا اختي. شفتي يا اختي الوليه واللي عاملاه في نفسها؟ دي نسوان عايزه الذبح ولا الصيغه اللي لابساها؟ يا اختي الوليه درقها هيقع من الصيغه اللي فيه. بقول لك ايه، بينا نحضروا المطرح ونشوفوا هنتوها فين. وجب يا اختي قطيعه، محدش بياكلها بالساهل. قال افندي عبد الحي عليا الطلاق، لا تشرب القرعه دي كمان يا لمبي. انا مش قادر يا ابو بديعه، مش قادر خلاص. الله انت ايه بقيت فول تنك. عليا الطلاق، لا تشرب القرعه يا ابو بديعه. دي سادس قرعه اتشبط. انا خلاص شنبه هيقع. يا عم ما تخافش، انا اللي هدفع الحساب. عيب عليك. الله تدفع الحساب ايه؟ انت جاي مصنع الرجاله وتقول ادفع الحساب؟ ده انا اللمبي، ما حدش يدفع الحساب غير انا يا عم الحاج. اه ابو بديع، هو الواد ده هيستنى هنا ولا ايه؟ ده خطر ده ولا ايه؟ اقعد اقعد يا حليب اقعد. اقعد يا ده ناخدك في سرنجة. اقعد. حساب ايه اللي هتدفعه ابو بديع؟ هات قرعه تاني يا الي. احكي يا لمبي احكي. ايوه يا سيدي بقى. المهم بقى ابو بديع ومعايا انت في الاول برضك ابو عبده، الواد ده مش معايا، لما الواد ده برضك معايا خد بالك. كان ده احنا كنا بنتكلم في ايه؟ كنت بتتكلم في حكايتك مع الشد، الدنيا والدنيا بتشد فيك وانت بتشد فيها. ايوه بتاع هريسه ومهريسه كده كده. ايوه 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 افتكرت. ايوه افتكرت.
خد انت بقى لف في السنين والسنين تلف فيا وانا لف فيا وهي تلف فيا، ما نعرفش مين فينا اللي بيشرب التاني. كلنا كده يا لبي، السنين بتلف بينا واحنا بنلف بيها. تعرفوا يا رجاله الليمبي ده كلامه موزون. ابويا الولد ده لخبط لي دماغ، ابويا عمال يخش في سي. ايه يا عم انت جاي تكذب علينا هنا ولا ايه؟ لا 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 يا عم الحاج، اطفو يا عم الحاج واعرف انت بتكلم مين. صدق بقى الواد على الطلاق انا بقبله، ومش هكمل كلامي غير لما تتصرفوا معاه. بقى وارب تسلم يا حليمو حبيبي. اشرب الله يخليك، اشرب يا لمبي عشان تفوق. ماشي انا بقى الحكايه. حبيبي على فكره يا جماعه الراجل ده انا مصدقه، واني كمان مصدقه. الله يخليك. في ايه بقى؟ الله في اللي انت حكيته يا جدع. وانا حكيت ايه بقى؟ انك شغال تلف في السنين. ايوه عمال نلف في السنين. كمل بقى ايه حكايه هريسه اللي انت كنت بتتكلم عنه دي؟ ده يا عم الحاج هريسه ده حكايته الطول. نخرج بره الاول المخور اللي احنا فيه ده او الكبانيه ده، نطرش الزباله اللي كناها، وبعدين نحكي في موضوع هريسه. يلا بينا بقى، يلا بينا بقى. يلا يا عبدو انت قاعدين في حفره ولا ايه؟ يلا يا عم انت بالبديع بتشد عليا ولا حاجه؟ على فين خبيبي؟ بنياتي خبيبي. ايه ده؟ انا مش فاهم اللغه، انت بتتكلم اللغه ايه اللغه دي؟ خبيبي فين خساب سرب اللي انت سربتيه؟ خساب سرب اللي انا سربته؟ ايوه بس عرفتك، انت اكيد عبيت القريه صح؟ تستبتي انت؟ خبيبي حساب سرب اللي انت سربتيه؟ سرب اللي انا سربته؟ على بضيعه؟ ابو بضيعه عرضه؟ عبدو ايه يا لمبي؟ الراجل اللي واقف هناك ده بيقول لك في حساب عايز يدفع عشان الصرم اللي احنا شربناه. طب ما تدفع الحساب يا لمبي. الله يسلم يا لمبي، انت عرفت ان انا لما بضايقك اني خلقتني ملط. انت مش معاكي حساب؟ احنا نتصل باسم البوليس يجي واخد صورته ياخدك على كراكون، انت تروحي في توكر. يا جدعان الراجل ده بيتكلم كلام عليا طلعنا. انا ما فاهمك بتقول ايه؟ انت بتتمضمض ولا بتتكلم؟ بنيوتي حبيبي دي واحد كلفتي، انت واحد عسكري ودي بوليس. عرضه عرضه خلاص هقول لك عليه، انت واحد بوليس. لا 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 مفيش بوليس. خلاص خلاص اقعد يا لمبي، خلاص يا خريستو مفيش عسكري ولا حاجه. بكرمك انا هدفع الحساب بعد ما اقضيه على وسط الامانه دي. وسط الامانه؟ امال ايه؟ تعالى وهنوجب معاك وانت ابن بلدنا وكده، وفي الاخر وصل امانه. انا فاكرك هتشرب قرعه ولا اتنين، ده انت حفيت يا لمبي. يا راجل حفيت ايه بس وانت بتاكدني ايه؟ اهو يا عم اللي في الاصل على الصحوبيه. اتفضل انزل يا عم بقى من الموتوسيكل اللي انت راكبه ده، خلاص حاسبنا. ها حاسب؟ ايوه. تصدق بقى انا زعلان منك، ازاي تحاسب وانا موجود يا لمبي؟ ما انت كنت راكب الموتوسيكل مش طايلك بس. الله. يلا بينا نروح من مكان الكزر ده. يلا بينا تعالوا يلا نطلع من فوق الناس دي. ايه الصوت الجامد ده يا لمبي؟ ده انت صوتك ولا الشيخ سلامه في زمانه. كلام اتنين، قول عبد الحمولي حامد مرسي. مين مرسي ده؟ ده مطرب شاب كده، انا فكرته بقال جنبكم. ايوه انا مش عارف والله يا جماعه اعمل معاكم ايه، يعني انتوا عاملين معايا بوجبات كل شويه، وشويه احبكم وفي نفس اللحظه بكرهكم، مش عارف ازاي اتنين في واحد. حبينا حبيناه، وبعدين احنا عايزين نبسطوك يا لمبي. خلي بالكوا الولا لمبي ده في الالبان ده مفيش اخوه، بس دماغه ضرب. الظاهر كده البوظه اللي احنا شربناها مغشوشه. على فكره انتوا دمكم تقيل قوي انتوا الثلاثه. احنا
انا هنغنشوك ولشرفك. وبعدين احنا معرفتنا مش بالسهل يا لمبي. ايوه اتفضلوا اتفضلوا احنا وصلنا يا لمبي. وصلنا والله. ده خليك. ايوه يا جدعان على ليالي الانس والفرفشه. انت واخدنا على بيت دعاره ولا ايه؟ لا ده بيتنا. يعني بيت دعاره. بقول لك انت نكته. بقيت غلط زيكم. اتفضل. الله يخليك. الله يخليك. الله يخليك. اقعد هنا؟ اقعد بقى. اقعد بقى هنا على ما نقوم نجيب لك الذهب اللي اتفقنا معاك واحنا جايين انك تبيعه. يا سلام. بقى انت مأمننا على الذهب مش خايف ان الذهب تاخده؟ الله ده رأي ايه؟ احنا نأمنك على عرضنا على نسواننا. يا نهار اسود وانا ارجع لكم نسوانكم زايدين واحده كمان؟ ده في عينيا. خد كمان يا لمبي. ايه ده؟ واصل الامانه اللي انا كتبته لك. لا 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 انتوا كده اوفر قوي بصراحه. ما فيش رجوله بالشكل ده ابدا. انتوا مش خايفين ان انا اخد الحاجه دي طيب واروح فاكك من هنا؟ طب جرب كده. ماشي. جرب وقت تاني وانت تلاقي ان تركيا بتوعنا كلوك وبعدين دفنوك. كلوني وبعدين دفنوني؟ طب هو هيفضل فيا ايه بعد ما ياكلوني؟ هيدفنوا البيبي بتاعي ولا ايه؟ صحيح مش كده ولا ايه؟ مخ لازم. طب اقول لك نود. انا هخليهم يدفنوك وبعدين ياكلوك. كده معقوله؟ يدفنوني هيبقى فيه جثث انها جثه انما بعد كده ياكلوني صح ولا ايه؟ ايوه ده كلام مظبوط. تحب تشوف الموت بعينيك دلوقتي؟ لا انا مش فاضي. ابعتوا لي على فلاشه افرج عليه بعد الفطار. ايه يا عمو لبسوا كله ولا ايه؟ دي فلوس ناس. فلوس ناس في علم الغيب واجب برضه نحافظوا عليها. ايه ده الكابوريايه دي؟ بقول لك ايه؟ الشغل شغل يا لبي. بقول لك ايه؟ نعم. انا ما احبش المياعه في الشغل. طب يا عم مياعه ايه وانت شايفني واقف لك برقص لك بالسلب في قلب الكنبه؟ كلمه ثانيه همطير رقبتك. ليه طب والفلين تبوظ؟ الله يمشي الفلين. انا معاك يا عم والله والله معاك. ابو بديع حليمو تعالوا معايا. يلا خليك قاعد هنا. حاضر ما انا خليني قاعد اهو. طيب ايدك دي ولا رجلك؟ انت واكل ايه؟ زبط؟ شويه البت مربربه عن كده. يا اختي انا تعبت كفايه. لو احنا ندفنه فين؟ اتوسعي الحفره يا بت. الله ولا لما تدفنوكي مطرحها. يا نهار اسود بيدفنوا بني ادمين. انت مين السلفان ده؟ انا اللمبي صاحب ابو بديعه وعبده. وقاعد عندك بتعمل ايه؟ لا ده انا اصلا قاعد هنا. انا وابو عبده وابو بديعه كنا بنسكر جامد قوي في الخماره. فلما سكرنا بطننا قلبت حتى بقى مرضى ما طرشنا على الباب بره. فجيت هنا بقى انا وانا قاعد انا وابو دعي وكابوريا. بقول لك ايه؟ نعم. ما شفتش حد ماشي كده ولا كده؟ في مين؟ ايوه ابو بديعه عنده اسهال رايح جاي على الكبينيه رايح جاي عمال يتسال.
يعني انت ما اتحركتش من مكانك؟ لو المصحف الشريف وده معقول اتحرك من مكاني وانا ما بفهمش في الاصول ولا ايه؟ دي حمرة بيت ولا يتعدى الاصول. يا مؤاخذة يا لمبي معلش اتاخرنا عليك. حبيبي ابو فتيحة، ابو فتيحة ازيك وحشتني والله. انا قاعد هنا من ساعة ما انت مشيت وسايبني كده وما اتحركتش من مكاني. معلش اعذرنا. المعذور احنا ايه يعني معذورة؟ ده بيتنا. عبدو مين ده؟ ده الموزع الجديد اللي هيصرف لنا المسار. عسعست عليه؟ ايوه عسعست عليه، واد قشر بياض ونضيف وبيروى على ضمانتي. عدم اللي مؤاخذة يا سلمبي. لا ولا حاجة. اهلا اهلا مشرف. الله يخليك. في بيتك اخويا. الله يخليكي. المية دي يا سلمبي. المية. تمام دي اصل انا بحب اريل وانا قاعد على نفسي. يعني بحب اريل وانا قاعد كده مع نفسي. عيلتنا كلها كده. جدي كان برياده. جدي ابو رياده الكبير. يعني عيله معروفه في شحطي في سبع السمك. احسن ناس. امال ايه؟ ده كان يعني بصي ما فيش. اهلا نروح مريل على طول كده. ايه ده؟ هو في حد تاني جاي بتسال؟ اختي في حد تاني جاي؟ سيفي في حد تاني؟ يا استفتيسه يا استفتيسه يوه انتوا عندكم رجاله؟ هم فين دول الرجال؟ ما تخافيش يا شابه يا سي عبد وجوزي. خشي يا اختي البيت بيتك خشي. ايوه عليكي انت مكسوفه، ده البيت بيتك يا اختي. يوه انت نورتينا يا حبيبتي. هو انت؟ انا مين؟ مش انت الولد اللي كنت عامل عركه الصبح؟ انا اللي كنت عامل عركه الصبح. ده دغدغتهم كلهم نفر مع بعضنا البعض. وانت مين بقى؟ بنت العركة؟ لو انت صادق انا الولد الطاري اللي انت عكننت عليه على البحر. صدق عرفتك من بقك؟ انا مش بقول برضه عمال اقول واد نايس كده واقف والحته دي. طب ما مين دراعك عامل ايه الوقت؟ وانت ايه اللي جابك هنا؟ بقول لك البنت طلعت تعرف الولا، مش هينفع ندفنوها وناخده مصاغه غير لما ندفنوه هو الاول. ايوه بس ده واد غلبان ومش لابس مساخ. اسمع زي ما بقولك ارجع عن موضوع المساخ الغيه وخلي الواد ده يمشي من هنا، خلينا نستفرده بالبنيه. واجب اداهي. الناس دي بالناس دي بيت اصل وناس على حق ربنا، وانا جاي هنا عشان اجيب قماش لناس قرايبي اللي عندهم. قوم امشي امشي امشي. ليه؟ الحدود بينفخوا من هنا. الناس هنا بيكرمهم اخر كرم. دي بقى ده كانوا عايزين ياكلوني من شغل المصحف وادوني فلوس وادوني مساغ. يعني ناس ولاد كلب. خلي بالك حاولي تخلعي من هنا. اخلعي. هلمبي. ايوه 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 عبدو. بقول لك ايه، تعالى عشان عايزك في موضوع. حاضر حاضر. بنت ما تمشي. بقول لك ايه؟ نعم. انت هتمشي دلوقتي وهنخلي موضوع المساغ ده بعدين مره ثانيه. طب حضرتك بقول المزمزيل مش ماشيه؟ البنايه هتتفرج على شويه قماشات. طب انا ممكن اتفرج مع البنايه؟ بالسلامه انت. يلا ده موضوع ستاتي مالكش فيه. ماشي وشاكرين يا عم كباريا، شاكرين قوي. حبيبي فين الناس في الكوسكوس؟ اهلا يا شرباف منوره يا اختي. بنورك يا اختي. اهلا يا اختي اتفرجي. ولا حلمو انا عايزك تحركش لنا حبه حاجات كده للقعده. تمام طول عمرك يا ابو حمادات يا سيدي الناس. طول عمرك فايز وعلى كيف كيفك يا ابو بديعه. طب يلا اخويا ابن حبه. حاضر يا سيدي الناس. انت رايح فين؟ داخله جوه. اتمنى جوه. ايه ده؟ العين وشر سحر العين حصنتك بالملح والمليح من كل فعل قبيح. رقيتك واسترقتك من كل عوج ومعوج. دق يا اخويا دق وعلي الصوت خلي السحر يموت. Oh,
قولوا نمشي. والله دي كانت اكله حلوه قوي الاكله دي احنا. فانا طبعا ايه لما بيتكلم معايا رحت مديله بالمطوه بجنبه، اديته بالورده بجنبه، وبعدين يعني اصل الاحوال اللي زي دي. يا وي لا يا فندم، مش وقت يا بني ادم، احنا في مرايا هجوم. ايوه يا اختي، انا في احمد الدخان اتلخبطت بينك وبينها. لا انت طول عمرك غداره، انا عارفاكي كويس، بس انا مش هنسكتوا. انا ما بس كله اسكت لحاله، انتوا فاهمين ولا حاجه خالص؟ اوعى اوعى، انا مش لوحدي، انا معايا الخو، انا بقول لك اهو. اوعي 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 تسول لك نفسك، اوعي الزمي حدودك واثبتي مكانك. انت كله اسكت مكانه. الله يخرب بيوتكم، ضيعتوا مستقبلي. وايه الجو اللي انتوا عاملينه ده؟ عاملين لي دخان وهلمة. ابطل يا ابني على الناس دي كلها. خش يا ابني شوفني يا ابني البلاغ اللي متقدم على الجثث اللي مدفونه في البيت ده. يا حضره الضابط، الجثث اللي مدفونه في البيت ده جثث ناس قرايبنا، اصل احنا ما بنحبش ندفن بره، سلو بلدنا كده. سلو ليه؟ انت منين؟ انا مش من هنا، انا من الانفوشي. وانت؟ انا حليهم اللي بيعملك الشاي ولا هو سعاده الباشا؟ بيعملوا لي فين؟ في الاسم يا سعاده الباشا. طب ما تيجوا معايا الاسم وانا اعمل لكم الشاي بحليب. يلا حلاوه بطلع الناس دي كلها كلبشها كلبشها. يلا يلا يا جدع انت، يلا يا حاج الضابط، يا حاج الضابط احنا مظلومين. الجثث دي بنت عمتي وخالتي كلهم قرايبنا، ربنا الجثث جثثنا الجثث. خلاص انا وصلت لك الحلقه، ما تعالجنيش، اتفضلي امسكها كويس، امسكها امسكها. ايه مش عارف ليه كده حاسس ان انا قابلتك في عصور كتير قبل كده. وانا كمان من اول ما شفتك وانا قلبي اتفتح، قلت ايوه ايه الواد اللبط ده. انا ما يعني انت كنت عايزاني اسكت لواد خير زيك ولا ايه؟ اموت في الادب، اموت في الجيمي. بقول لك ايه، انت بقى كلميني عن نفسك كده، انت مين؟ ها؟ انا النوعه. النوعه؟ النوعه بنت ابوها. ايوه ساعات يخليني بنت وساعات يخليني والد. بس بيني وبينك انت ما تنفعش واد خالص، انت ما اتخلقتش غير انك تبقى ست، وست من الاخر ست الستات، ده انت عايز تتعمل سندوتشات. وعايز اسالك على حاجه كده، بما انك انت هنا دايسه السنجريه يعني ورمل اسكندريه يعني. قول يا اخويا. انت ما تعرفيش حد هنا اسمه عم هريسه؟ هريسه؟ ايوه. هو سالف منك حاجه ولا؟ سالف مني حاجة؟ كلمة دي خطر قوي على فكرة. سالف مني بقى، انت عارفة عم هريسة؟ فين عم هريسة؟ لا انا معرفوش، بس يمكن ابويا يعرف. طب ابوك فين دلوقتي؟ لا فين؟ سبقني على الشغل. ايوه طب والشغل بيشتغلي ايه انت؟ في كازينو القط الاسود. انت بتشتغلي مدربة سنود واسود ولا ايه؟ لا يا قاص، اموت في الادب، اموت في الشامي. يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا عين. اوعى يا ليلي يا ليلي.
خالص يا واد راس. أنا لأضرب الرمل والصوانة على راسي، يمكن على الله يرق قلبي كلاسي، يمكن على الله. يمكن على الله، يمكن على الله يرقى قلبي كالقاسي، وشعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، وده شعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، وده شعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، ولما جي العريس سيبتي، وانا اللي ليلي طال اتاري الله اللي شبي ما تعلم، وشعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، وده شعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، وده شعرك حنيتي بالزبدة ودانتي، وده شعرك حنيتي بالزبدة. شرحلك من ساعة ما شفتك حسيت انك انت راجل جدع. الله انت ايه يا عم الحاج الحكاية؟ انت كنت شو تطلع لي في حتة ولا ايه؟ اصلا انا عارف حكايتك وحكاية هريسة. لا والنبي عارفها منين حكاية هريسة؟ بنتي. بنتك مين؟ النوعة. لا والنبي انت تبقى ابو النوعة؟ تمام ابو النوعة، تعال معايا بقى وانا هقول لك على كل حاجة. يلا ها تعال. فالأمن إنه الراجل ده مش عارف منين. واخد بالك يا لمبي؟ علي النعمة واخد بالي، والله واخد بالي. يظهر إنك أنت بقالك كتير قوي من بدري مش واخد بالك. يا عم والله واخد بالي، من طلعت رجب وأنا واخد بالي. يابا سيبه بقى ما تشغلهاش عليه. أنت عايز من اللي جابوني أنا إيه في القعدة دي اللي أنا عطنت فيها؟ أنا عاوزك تتجوز البت دي، أصلك أنت باين عليك إنك أنت جدع من الحكايات اللي هي حكيتها لي. يابا ما يصح. شوف الدلع، يابا ما يصح شوية رمياها عليا. لطيف، لطيف جميل. أنا كده هننفذ الشرط اللي احنا اتفقنا عليه كده بقى، يبقى انت البقيه عليك انت بقى. في ايه؟ في الحاجات التانيه اللي انت قلت لي عليها، جوز النوعه. اقول لك مكاننا هريسه فين؟ اخد ال 10% من الكنز وتوافق اجيب لك المأذون من برا. خلاص خلاص هقول ايه؟ انا موافق طبعا، اوافق وارسم كمان. انا مالي ايدي كويس من اللي انا بقوله، عارف ليه؟ ليه بقى؟ لأن هريسة يبقى أخويا بس من أم تانية. لقيت يعني؟ محدش يعرف مكانه في العالم
إلا أنا. يابا ما تقوله من غير ما يتجوز. جايز الجدع ملوش غرض في الجواز، ممكن يكون في واحدة تانية. يا واد أنا لو لفيت الدنيا دي كلها في سجارتين مش على ضفرك. والله جاي وشاري يا ألف مرحب، نكد على نفسه وما جاش نروح نشوفوا حظنا مع اللي بيدوبوا في دباديب رجلينا. طب خلي حد يهوب كده ناحية دباديب رجليك وهتشوف هيحصل له ايه. أموت في الآدم، أموت في الجلي. بس بص بقى والنبي، أنا عندي بس حتة بروبليمة صغيرة كده. اتفضل. أنا سيد الرجالة، يعني الإنباوي ودم حامي وسخن ومصنع الرجالة، وما أقبلش إن مراتي ترقص في كباريه بالليل. أموت في الآدم. أرقص الصبح بس.